السبب هذا الاخوان التوقيف ديالي هو واحد اليوم انا جالس كنا كنخرجوا الصوتيات وانا ما كنتش كنسير المسجد. المسجد كيسيروا المحسن ديال المسجد، والمحسن ديال المسجد الابن ديالو جا عندي وقال لي شوف ما تدخلش انت في المسجد في الصلاه، في الصلاه ديالك في الامامه والخطبه فقط، ما نكذبش على الله والله شاهد. قلت لي واخا. واحد اليوم الاخر انا جالس حتى كيستدعوني من المندوبيه، قال لي اجي عندنا. جيت عندهم السلام عليكم السلام، قال لي ودي شوف واحد السيد كيشكيك على الصوتيات كتخرجها. قلت له ودي ولكن معظم المساجد ديال العيون كيخرج الصوتيات كيخرجوا الصوتيات الاقامه والقراءه الى اخره. قال لي واحد السيد سيدنا راه جعزتوه وكذا. قلت له لا كنا جعزناه انا ما نبغي نجعزو. وقلت لي شوف راه الله كيشهد. قلت لي حتى ديك القراءه ديالي راه ما كنبغيهاش تخرج، راه فيها سمعه وفيها رياء وفيها كذا، ولكن راها انا كاين شي حد اللي كيرغم عليا هذه المسائل، كاين ضغوطات عليا. قال لي ايه. قلت له ابتداء من هذه الساعه ما عمرها تخرج ان شاء الله. ناضوا هما سيدنا كيديروا من حبه قبه في المندوبيه لانهم مدفوعين من المندوب. قالوا لي خصك دير لنا التزام. قلت لي ندير لكم اسيدنا التزام. درت التزام على ان الصوتيات ما غتخرجش. شدوني ساعتين وانا كنتسنى، شاهد الله على ما اقول، ساعتين وانا جالس كنتسنى هما دخل خرج الا عيطوا لي دخلوني. عدت كنصلي نعيط لواحد السيد اللي نوب عليا باش نصلي هذاك اليوم. المهم ودي الاخ درت التزام، عيط للسيد ناب عليا صلى، جيت بحالتي عيطت للمؤذن قلت له شوف الله يجازيك بخير هاد الناس ديال الاوقاف عيطوا لي باش الصوتيات ما تخرجش، واليوم الله يجازيك خبر فلان على يعني على ولد المحسن لانه هو كيتكلم معاه. قال لي ايه. قلت الله يجازيك بخير، قول له راه المندوبيه استدعات الامام وراه دار التزام ما عمروش خاصو يدير، ما خاصوش يخرج اقامه ولا القراءه ولا غير ذلك الا الاذان. المهم سيدنا جيت سكت على داك الشيء، بقى داك الشيء ما كنخرجوش القراءه ما نخرج ولا اقامه ولا غير ذلك. حتى لواحد اليوم جاي داخل انا نصلي العصر حتى ناضت الضجه في الجامع، ناضت الضجه في الجامع، بقيت انا واقف هكا كنتسنى شويه تقامت الصلاه صلينا ناضت الضجه ثاني في الجامع. داروني الوسط، التفوا حولي جميع عدد من الناس التفوا حولي، عاد واحد يجرني من هك واحد كيجرني من هك. اشنو الفقيه واقع؟ علاش ما قلت لينا؟ قلت لي ما وديش غادي نقول لكم انا راه استدعتني المندوبيه الله يجازيكم بخير ما بغيتكمش ديروا لي صداع، استدعتني المندوبيه ما نخرجش الاقامه ما نخرجش القراءه وراني درت عليها التزام وبغيتكم تعاونوا معايا في هذه القضيه. قال لك لا سيدنا جميع المساجد كتخرج فيها القراءه. قلت لي ورا قالوا لي الا الناس ضروا يجيو عندنا للمندوبيه. ملي كثروا عليا المره الاولى والثانيه لا سيدنا ما قلتش، قلت لهم الاخوان الله يجازيكم بخير سيروا للمندوبيه واعطيهم علاش يدوروا داك الشيء اللي بغيت ديروه معايا انا سيروا ديروه معاهم هما. يلاه داك اللي كان كيصور ويسجل يلاه اقتبس واحد ثلاثه الكلمات ولا اربعه. المهم اللي تكلمت انا في هذه المسائل لاح هذاك السيد لاح هذاك الفيديو شافوه هما جاوا عندي جايبين المقاطعه جايبين بعض الناس ديال الامن جايبين السلام عليكم اش واقع ما واقع. قلت لهم ودي ما وقع والو راه انا جاي داخل المسجد راه اللي وقع هو اللي وقع اللي وقع. لا انت حرضتي الناس بديتي كتحرض الناس. قلت ودي انا ما حرضت الناس وهالناس باقين ما حرضت شي واحد. قلت له سير انا ملي قلتوا لي اللي بغانا يجي عندنا المندوبيه قلت لهم سيروا عند الناس المندوبيه. المهم سيدنا واللي بقى في انا انه قبل ما نسكتوا الصوتيات كان قرانا في صلاه المغرب سمعني هذاك الاستاذ هو يقول قال لهم هذا الامام ينهق بحال الحمار ينهق بحال الحمار. ما كلمته قالوها لي الناس وكاين شهود عليه ما بغيتش نكلمه. قلت حسبي الله ونعم الوكيل. منذ ان دخلت الى مدينه العيون وبديت في هذاك الجامع الاول ولا في هذا الثاني 15 سنه 8 سنين في المسجد الاول اللي كان حدا الولايه وسبع سنين في هذا 15 سنه كلها دوزتها مضايقات كلها دوزتها عذاب كلها دوزتها لا اله الا الله. هذا المندوب باقي ناظير داكشي اللي دوز عليا ما يحصيه غير الله. جا المندوب الثاني تعامل معايا شي شويه، المندوب الاول اللي هو سابق تعامل معايا شي شويه، ملي مشى هذاك المندوب وجا هذا رجعت الامور كما كان، كيدايرني بحال كتسارع عنده. اقسم بالله ما عمره عاملني معامله امام. بقيت الاخ بحال كان انا كنختصر لك في الكلام. المهم سيدنا
جاو عندي قالوا لي تعتذر للمندوب على هذا الكلام اللي صرحتي. قلت لي ما غاديش نعتذر للمندوب. علاش غادي نعتذر للمندوب؟ ماني نش قلت بس صرحت. تعتذر ما تعتذر ما بغيتش. عشيه سيدنا قالوا لي وقع معنا في هذا الملف. قلت لي ما غاديش نوقع معكم في الملف. هزوا الملف داوه. الغد اللي ليها سيدنا جاني واحد الصباح قال لي صور لي الخطبه واعطيها لي. قلت لي لا الخطبه يمكن الخطبه ما كان كيفاش انا لماذا جيتني انا خاصها؟ انا كنت انا اللي مسؤول على الخطبه مش انت اللي مسؤول عليها. قول المندوب قال لك فلان بلغ لك سلام فلان امام ديال الامام مالك مسجد الامام مالك وقال لك اودي يا لقيت شك فيا في الخطبه جيبوها. هذاك النهار عندي اسمه باب التوبه تكلمت عن التوبه قرب رمضان شي اسبوع ولا اسبوعين مشاو هما علموا الاجهزه خمسه ديال الاجهزه اللي جات للجامع والله شاهد كيعاودها لي السيد بحالك عالمين المقاطعه عالمين انني ما عرفتش بغيت نقول انا اش بغيت نقول انا مخلص لبلدي ولوطني لوطني ولملكي حفظه الله اسال الله ان يجازيه احسن الجزاء على العمل الذي يقوم به في هذا البلد من اصلاحات ومن انا مخلص لبلدي انا لست خائن انا مخلص لبلدي وانا انحدر من عائله مخلصه للوطن وكافحت عن الوطن وجاهدت عن الوطن بالغالي والنفيس ولماذا هذا الرجل يتهمني انا بهذه المسائل اللي هي تغضب الله عز وجل واسمع ودي الاخ دازت يومين جاو عندي قالوا لي بغيناك تمشي تجلس معنا مع رئيس المجلس العلمي قلت لي سمعا وطاعه صليت العصر مشيت جلست معهم سيدنا مع رئيس المجلس العلمي المحترم بقيت انا كنتكلم معاه قال لي عاود لي يا ولدي على هذه القصه اللي وقعت قلت له ودي ها اللي وقع وها اللي وقع ولا كذبت قلت لي قابحوني هما حاضرين قلت له ودي لا كذبت عليهم يقابحوني ها اللي وقع الشيخ وها اللي وقع وها اللي وقع وها اللي وقع اللي وقع قال لي ما ودي ظلمته هذا السيد الله شهيد ودي الاخ اقسم بالله على هذا هو باش قال قال لي ما ودي هذا السيد ظلمتوه هفوه تكلم بها هذا الامام بغيت تحاسبوا عليه حشومه عيب ياك سمعتيني يا استاذ قال لي ما وديها فهو بغيت تحاسبوا عليه هذا الامام عيب تسامحوا مع هذا الامام ونساو هذا الشيء هذا وهو ما عمره باقي صرحش ويقابل المسجد ديالو وانتم كذلك قالوا لي واخا نضنا سيدنا تسامحت انا وياهم تحبينا الروس كاين سيدنا الاعضاء اربعه ولا خمسه اعضاء المجلس العلمي المحترمين اربعه ولا خمسه اللي جالسين معنا عطاوا الكلمه ديالهم قالوا احنا نريد الصلح مع هذا الامام وتصالحنا وحبينا الروس وقالوا ليه الشيخ احنا تصالحنا ولكن يقدم اعتذار للمندوب سمعوا يا مغاربه سمعوا يا مغاربه يا احرار المغاربه اسمعي يا جلاله الملك محمد السادس حفظك الله اسمع اللعبه كيفاش بغى يدير لي اللعبه قال لي كسيدنا خصك تقدم اعتذار للمندوب قلت له ودي نقدموا ليه شفوي اما كتابي راه انا مسؤول عليه قال لي بقاو معاه قال لي لا خصو كتابه استاذ الله يجزيك بخير حنا طالبنا الوزاره ما طالبنا الوزاره الى اخره قال لي سير ولدي قدم لهم الاعتذار ما تخافش غير سير دير لهم اعتذار مشينا يا اخي شدوا واحد الورقه كتبوا فيها شي 10 الكلمات هما اللي كتبوهم انا ما كنديرش النظر اللي عندي العين ناقصه كتبوا شي 10 الكلمات وبغيت المغاربه كلهم يسمعوا هذا الشيء ولا كذبتي لعني الله كتبوا شي 10 الكلمات وخلوا الفوق خاوي ما كتبوش اش كتبوا كتبوا ان هذا الامام يعتذر للمندوب على ان هذا الامام كان في ساعه غضب وصرح شي تصريح ولكن هذا الامام يعاني من داء السكري وله حديثه يعني عنده حديثه خطيره جدا وتكلموا على هكا هما يزيدوا الكتاب وقع فيه الاول الثاني الثالث زيدوا لي انا هذيك الورقه انا وقعت معاهم وقلت لهم الاخوان اشنو في هذه المشكله هذه قال لي ما كاين حتى مشكله وتكلمت معهم قلت لهم انا عندي وليداتي وعندي كذا وعندي امراه كبيره وها هي كتسمع فيكم ها هي 93 سنه الا ما عطيتهاش نضغ ديال الخبز ما تاكلهاش وانا اوجه ندائي لاميري البلاد المفدى محمد السادس نقول له ارجوك انظر الي وشوف من حالي ان هاد الناس ظلموني واعتدوا عليا مشينا يا استاذ هزوني بالسياره ديالهم من عند المجلس العلمي ودانوا للمندوبيه وشدوني اكثر من ساعتين هما يخطوا معايا من هكا ويديروا معايا من هكا حتى كتبوا دوك الكلمات والله العظيم قسما بالله الا هما اللي كتبوهم وقريتهم بحال ما كتنضر ما عندي يلا كنشوف الصلح كذا اعتذار المندوب كذا الى اخره ملي وقعوا هما وقع كاع دوك المرشدين وقعوا وقعت معاهم المهم سيدنا ملي جيت قائم بالعمل ديالي اسمعوا يا مغاربه
نهار 16/7 16/7 وقعت لي حادثة خطيرة من أخطر الحوادث. شوفوا الإخوان هاد الشهادة الطبية شحال فيها، فيها 90 يوم، 90 يوم. سمعوا شوفوا المغاربة الله يجازيكم وانظروا 90 يوم. الشهادة الثانية الإخوان فيها 45 يوم، 135 يوم. أقسم لكم بالله العلي العظيم ما عمري سمعت طريح الفراش في البيت والناس اللي كتنفق عليا، ما عمر تليفون تلقيته من المندوبية ولو كي بقيت الإمام، كأنني أنا غير راعي الغنم عندهم ما كيعرفونيش. لماذا هذا المندوب يدير معي هذه الأشياء؟ لماذا هذا المندوب أرسله محمد السادس حفظه الله ووضع فيه ثقة تامة؟ لماذا هذا الرجل يعاملني مثل هذه المعاملة؟ علاش تعاملني هذه المعاملة؟ جيني بيني وبينك وقول لي أنت ما صالح لياش ونخوي، ما تشوهنيش أمام العالم. دوزت رمضان والله الإخوان اسمعوا يا مغاربة، كان وقف كاين المرة اللي كان عود واقف على رجل، لأن الرجل عندي كسر فيها ومازال الكسر جديد، ولكن بحكم الوليدات وبحكم الزوجات وبحكم العائلة الإسعافية خصني نصلي، لأنه رغم علي خصني نصلي ندخل نصلي. وصليت وما عمر واحد سمع مني كلمة، ما كنت سول في المسجد، ما كان زيد شي واحد نبدا نصب على الناس ولا نحتل على الناس ولاش ابدا. حتى كنت تفاجئ بهذا السيد. كملت رمضان ودوزت التراويح وختمت، وكان الدعاء لولي الامر والاسره الملكيه الشريفه كامله ولجميع المسلمين بسلام. داز عندي رمضان بسلام. الوقت اللي بغيت نرتاح فيه انا واحد السيمانه نشدها من الاوقاف ونرتاح، حتى كيفاجئوني بسمو، حتى كيفاجئوني ببلاغ ديال قرار العزل. لماذا؟ ملي جاوني هذوك الناس والله الا كيتاسفوا دوك اللي جابوا دوك الناس. صديقي واحد منهم حافظ لكتاب الله قال لك اودي تاسفنا لهذا الحدث هذا. قلت له الاخ داكشي اللي كينقصني يلاه. ملي جيت كنقرا هذاك البلاغ الاخ اش كان نجبر فيه؟ ان هذا الامام له مخالفات تخالفه، يعني مثلا ما تدخل شي خزعبيلات شي كذوب، انه يحرض بالناس بالخروج هالمصلين، وراه كاينه شهاده وكاينه قائمات في اعداد من التوقيعات الى شهدوا فيا 10 افراد. يا وزير الاوقاف المحترم، يا جلاله الملك محمد السادس حفظك الله، الى شهدوا فيا 10 الافراد من الناس المصلين انني حرضتهم بالخروج ضد بلدي، والله حتى نتعاقب. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ومازال الاخ، ولكن عييت الاخ، لانني باقي مريض، مازلت مريض، باقي تحت الحراسه الطبيه حالا. هذا الرجل كاع ملي رجعت انايا وصيفطت ليه مع رئيس الشؤون الدينيه باش يدير لي العجز، ها هو دار لي العزل. قلت له ودي بغيت العجز، راني ما تقدرش، راني عدت رجلي ضراني، ونبغيك الاخ تسجل هذه المساله. قلت له دير لي العجز، راني مريض ما تتقديتش على الإمامة، ها هو دار لي العزل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.